اهلا بيكم طلاب مدرسه سان جوزيف الدوليه، طلاب وتلاميذ الصف الخامس الابتدائي. اهلا ومرحبا بيكم في درس جديد من دروس الفصل الدراسي الثاني في منهج اللغه العربيه في الصف الخامس الابتدائي. النهارده ان شاء الله مع بعض هناخد الدرس الثاني من دروس الوحده الاولى، وهو بعنوان ملك حفني ناصر. من عنوان الدرس هنتكلم النهارده عن شخصيه اسمها ملك حفني ناصر، شخصيه من الشخصيات العظيمة اللي أدت خدمات عظيمة وجليلة للوطن، زي لو نفتكر كده مع بعض درس حب الوطن، وقلنا إن في شخصيات عظيمة كانت بتأدي خدمات وأعمال عظيمة للوطن. هذه الشخصية، شخصية ملك حفني ناصف، هي سيدة دفعت عن المرأة وحقوقها وتعليمها. زمان في العصور القديمة كان التعليم مش موجود للستات، او ما كانش للمرأة بشكل كبير. كان نادرا لو لقينا اسرة في الاسر المصرية بيهتموا بتعليم المرأة، لكن اللي كان منتشر واللي كان السائد والغالب في المجتمع المصري وفي غيره من المجتمعات ان التعليم كان للرجال فقط او للولاد بس، لكن المرأة او البنات ما كانوش بيتعلموا، يعني مش اساس ان المرأة تتعلم. كان نادرا جدا لو لقينا أسرة بتهتم بتعليم المرأة. فكان هناك بعض الشخصيات اللي دفعت عن المرأة وعن حقوقها وعن تعليمها. ما هو تعليم المرأة ده حق من حقوقها، إنها تكون متعلمة عندها ثقافة وعلم ومعرفة. فملك حفني ناصف إحدى هذه الشخصيات التي دافعت عن المرأة وحقوقها وتعليمها. تعالوا نشوف مع بعض أحداث الدرس بتاعنا هيتكلم عن ايه. الاول هنعرض مع بعض صورة لملك حفني ناصف. وملك حفني ناصف كان ليها اسم كمان هنعرفه من خلال الدرس، او لقبت بلقب اخر هنعرفه واحنا بنشرح احداث الدرس. الدرس بتاعنا هيتكلم عن اسرة امير واميرة زي ما احنا متعودين. الاسرة في الدرس النهاردة هيروحوا لزيارة الجد في الفيوم، محافظة الفيوم. طبعا هي محافظة قريبة من القاهرة، مش بعيدة قوي، يمكن المسافة هتستغرق الأسرة بالسيارة حوالي 70 دقيقة، يعني ساعة وعشر دقايق هيروحوا. وهم رايحين طبعا هيشوفوا مناظر جميلة وحقول وصحراء، يعني مناظر خلابة وجميلة جدا. هيعجبوا جدا بالمناظر اللي هيشوفوها، وهيعجبوا كمان بمناظر الجميلة اللي هيشوفوها داخل محافظة الفيوم. وهيقعدوا يحكوا للجد عن اللي شافوه، وهيبدأ حديثهم مع جدهم، وهيبتدي يحكي لهم عن ملك حفني ناصف. تعالوا مع بعض نقرأ الدرس ونشوف أحداث هذا الدرس. في نهاية الإجازة الأسبوعية قررت أسرة أمير زيارة الجد بمحافظة الفيوم، وانطلقت السيارة تقطع الطريق وسط المزارع الخضراء أحيانا ووسط الصحراء أحيانا أخرى. وبعد 70 دقيقة وصلت الأسرة إلى منزل الجد بإحدى قرى الفيوم، واستقبلهم الجد بحفاوة. نقول مع بعض مفردات الفقرة اللي قرأناها عشان يبقى سهل علينا نفهم الفقرة دي بتقول إيه وشرحها. مضاد نهاية بداية، جمع الإجازة الإجازات، قررت عزمت أو نوت، جمع أسرة أسر، جمع زيارة زيارات، جمع الجد الجدود أو الأجداد، جمع محافظة محافظات، معنى انطلقت ذهبت، ومضادها توقفت. مضاد انطلقت، لان مضاد ذهب طبعا غير مضاد انطلقت، يبقى لكن معنى انطلقت ذهبت، لكن مضاد انطلقت توقفت، توقفت السيارة يعني. تقطع الطريق، جمع الطريق الطرق، جمع وسط اوساط، مفرد المزارع المزرعة، معنى احيانا اوقاتا ومفردها حين، جمع الصحراء الصحاري، جمع أخرى أخريات، مضاد بعد
قبل، جمع دقيقة دقائق، جمع منزل منازل، مفرد قرى قرية، معنى حفاوة ترحيب أو احتفال. لما بيجي لنا ضيف بنستقبله ايه؟ بنرحب بيه وبنحتفل بيه. معنى حفاوة ترحيب أو احتفال، والمضاد إعراض يعني يعرض عنه أو يبتعد عنه. طيب الفكرة بتاعتنا، الفكرة الأولى في الدرس، بيتكلمنا عن إن أسرة أمير قررت ونوت إنها تزور الجد في نهاية الأسبوع، في الإجازة الأسبوعية، في اليومين الأجازة اللي بناخدهم كلنا اللي هما الجمعة والسبت. في الإجازة الأسبوعية اتفقت الأسرة إن هما هيروحوا يزوروا الجد. الجد بيعيش في محافظة الفيوم، في قرية من قرى اللي في محافظة الفيوم. انطلقت السيارة، يعني ذهبت السيارة. الطريق كان بيمر في وسط مزارع خضراء احيانا، واحيانا تانية يكون ماشيين في وسط الصحراء زي كده. كلنا واحنا مسافرين ساعات في طريق السفر بيكون حوالينا في طريق السفر اما حقول ومزارع خضراء او صحراء وجبال ورمال، زي اسرة امير بالظبط. هم رايحين محافظة الفيوم. كام المدة اللي استغرقتها الاسرة عشان توصل لمحافظة الفيوم عند الجد؟ كانت 70 دقيقة. يبقى خلي بالنا من كل حاجة بنقراها مع بعض في الدرس. المدة اللي استغرقتها الأسرة للوصول إلى الجد في محافظة الفيوم كانت 70 دقيقة. وصلت الأسرة إلى منزل الجد، والجد كان فرحان جدا واستقبلهم بحفاوة وترحيب واحتفل بيهم. يبقى الجد يعيش في محافظة الفيوم، في إحدى القرى بمحافظة الفيوم. دي الفكرة الأولى بتاعتنا. تمام كده انتهينا من الفكرة الأولى. تعالوا نشوف الصورة دي مع بعض. الصورة دي لسواقي الفيوم. الفيوم محافظة جميلة جدا، فيها كثير من الأماكن الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة. اللي زار مننا الفيوم هيقدر يحكي لنا ويفتكر الحاجات الجميلة اللي شافها في محافظة الفيوم. من أهم معالم محافظة الفيوم سواقي الفيوم، مكان جميل جدا وتتمتع جدا وانت بتزوره، وكثير من الاماكن الموجودة في الفيوم ذات مناظر خلابة وجميلة. تعالوا ننتقل للفقرة التالية. وفي اثناء تناول العشاء ابدى امير واميرة ارتياحهما للمشاهد الخلابة بالفيوم، وحكى الجد ذكرياته. فاستوقف أميرة حديث الجد عن باحثة البادية، خلي بالك من الاسم ده، باحثة البادية. فقالت: من باحثة البادية يا جدي؟ قال الجد: إنها ملك حفني ناصف، كان أبوها من أشهر الأدباء والقضاة في مصر. هيبتدي بقى يحكي لهم من هي ملك حفني ناصف. يبقى وهم بيتناولوا العشاء، قاعدين بيتناولوا العشاء مع بعض الاسره والجد، فامير واميره كانوا مرتاحين جدا ومبسوطين جدا من المشاهد والمناظر الخلابه الجميله اللي شافوها في الفيوم. فالجد ابتدى يحكي لهم ذكرياته. فالجد هيبتدي يحكي لهم ذكرياته في هذا المكان الجميل. وهو بيحكي لهم وبيتكلم، في كلمه استوقفت اميره، مش عارفاها مين ده، مين الكلمة اللي قالها جد ده، انا مش فاهماها، انا مش عارفة مين الشخصية اللي بيتكلم عنها. فايه الكلمة اللي استوقفت اميرة في حديث الجد؟ كان باحثة البادية. فقالت له: مين باحثة البادية انا يا جدي؟ يعني انا مش عارفة مين باحثة البادية اللي انت بتحكي عنها. فالجد هيجاوبها ويقول لها: باحثة البادية هي ملك حفني ناصف، وده اللقب اللي انا قلت لكم عليه في مقدمة الدرس، ان ملك حفني ناصف ليها اسم اخر او لقب كمان هتلقب بيه، هو لقب باحثة البادية. وهيبتدي يحكي لهم عن باحثة البادية. الاول نخرج المفردات ونشوف الجد هيقول لهم ايه عن ملك حفني ناصف او باحثة البادية. اثناء معناها خلال، مفرد اثناء ثني، ابدى اظهر، معنى ابدى اظهر وعكسها او مضادها أخفى، مفرد المشاهد المشهد، معنى الخلابة الرائعة الجميلة يبقى مضادها القبيحة، ح
حكى يعني روى أو قصة، قصة إن هو بيقص أو بيحكي حكاية. مفرد ذكريات، ذكرى جمع حديث أحاديث، جمع باحثة باحثات، جمع البادية البوادي، قالت تكلمت أو تحدثت، مضادها سكتت أو صمتت. هنبدأ دلوقتي نشوف الجد هيقول لهم ايه عن ملك حفني ناصف او باحثة البادية. كان ابوها من اشهر الادباء والقضاة في مصر. قال امير: اين ولدت يا جدي؟ قال الجد: ولدت في حي الجمالية بالقاهرة في سنة 1886 ميلادية. التحقت بالمدرسة الثانية وحصلت على الابتدائية وواصلت دراستها حتى نالت الشهادة العليا. بجد اهو ابتدى يحكي لهم عن نشأة ملك حفني ناصف، يعني نشأت واتولدت فين، اتربت فين، ابوها بيعمل ايه وهكذا. كان ابوها من اشهر الادباء والقضاة، اديب يعني اللي هو بيألف كتب او بيكتب كتب او مقالات او شعر، ده الادباء. والقضاة مفردها القاضي اللي هو بيحكم بين الناس في المحكمة. يبقى كان أبوها من أشهر الأدباء والقضاة في مصر. كان أبوها من أشهر الأدباء والقضاة في مصر. طيب اتولدت فين؟ أين ولدت؟ ومتى؟ ولدت في حي الجمالية بالقاهرة، في حي الجمالية بالقاهرة، ده مكان ولادتها. طب متى؟ في عام ايه؟ 1886 ميلادية. نحفظها كده مع بعض من الشمال، 1886 عشان ما ننساش وما نتلخبطش في الأرقام. 1886 1886 ميلادية. طب اتعلمت ملك حفني ناصف؟ أكيد، ده احنا بنقول إن هي دفعت عن المرأة وعن حقوق المرأة وعن تعليم المرأة، يبقى أكيد هي كمان تكون إيه؟ اتعلمت. وأبوها كمان من الأدباء والقضاة، فمهم جدا عنده إنه يعلم أولاده. فالتحقت ملك حفني ناصف بالمدرسة الثانية، في مدرسة في موجودة في القاهرة اسمها المدرسة الثانية. المدرسة دي مدرسة ابتدائية، مدرسة ابتدائية اللي هي يعني فيها الصفوف الابتدائية لحد الصف السادس الابتدائي. التحقت ملك حفني ناصف بالمدرسة الثانية وحصلت على الابتدائية وواصلت دراستها حتى نالت الشهادة العليا. يعني ملك حفني ناصف درست وخدت الشهادة الابتدائية ووصلت تعليمها لحد الشهادة العليا. يعني ايه الشهادة العليا؟ اللي هي الشهادة الجامعية. تمام؟ طيب نقول مفردات الفكرة الثانية: جمع أب آباء، مفرد الأدباء الأديب، مفرد القضاة القاضي، حي جمعها أحياء، التحقت بالمدرسة جمع المدرسة المدارس، الثانية معناها الشريفة، وصلت يعني استمرت جمع دراسة دراسات، نالت حصلت على جمع الشهادة الشهادات العليا مضادها الدنيا. يبقى كده عرفنا مع بعض ان اللي عرف امير واميرة حكاية ملك حفني ناصف وتحدثوا عنها خلال حديثهم اثناء العشاء وحديث الجد معهم عن ذكرياته في محافظة الفيوم، فاستوقف أميرة حديثه عن باحثة البادية فسألته من هي باحثة البادية، فأجابها الجد: هي ملك حفني ناصف. وابتدى يحكي لهم عن نشأتها، أنها ولدت في حي الجمالية بالقاهرة عام 1886 والتحقت بالمدرسة الثانية وحصلت على الابتدائية ثم وصلت دراستها حتى نالت الشهادة العليا. طيب كل ده انت ميس قلتي ان ولدت اتولدت في القاهرة، كل ده ايه علاقته بالفيوم؟ ده الجد قال انها ولدت في القاهرة واتربت واتعلمت في القاهرة، ايه علاقتها بالفيوم؟ ليه الجد اما جاب ذكرياته في الفيوم حكى عنها؟ هنعرف دلوقتي مع بعض. قال امير: وما صلتها بالفيوم؟ ابتسم الجد قائلا: لقد انتقلت الى الفيوم بعد ان تزوجت عبد الستار الباسل رئيس قبيلة الرماح، وكان رجلا واسع الثقافة يجيد أكثر من لغة، وبعد الزواج اتخذت لنفسها
لقبا جديدا اشتهرت به وهو لائحة البادية. الفقرة دي هتعرفنا ايه صلة وعلاقة ملك حتني ناصف بالفيوم، وامتى لقبت بلقب باحثة البادية. ملك حتني ناصف كانت عايشة في القاهرة وولدت في القاهرة وتواصلت تعليمها في القاهرة، لكنها تزوجت من رجل يعيش في الفيوم وهو رئيس قبيلة الرماح، قبيلة موجودة في محافظة الفيوم. اسم هذا الرجل عبد الستار الباسل. هيساعدها انها تقوم بدورها واللي هي عايزاه، ان هذا الرجل كان واسع الثقافة، يعني عنده ثقافة ومعرفة كبيرة، وكمان يجيد ويعرف ويتقن اكثر من لغة، يتعلم اكثر من لغة، يعني راجل متعلم وعنده ثقافة ومعرفة. فهذا ما سيساعد ملك حتني ناصف على القيام بالدور العظيم الذي قامت به في الدفاع عن المرأة وحقوقها. يبقى ملك حتني ناصف انتقلت الى الفيوم عندما تزوجت من عبد الستار الباسل رئيس قبيلة الرماح. ماذا تعرف عن عبد الستار الباسل؟ هو رجلا واسع الثقافة، يجيد اكثر من لغة. وبعد الزواج وانتقالها الى الفيوم لقبت بلقب اخر اشتهرت به، هو باحثة البادية. تعالوا نقول المفردات للفقرة دي. ابتسم، عارفين الابتسامة اللي هو احنا بنضحك بس من غير صوت، مضادها ايه بقى؟ مضاد ابتسم عبس. بعد قلنا مضادها قبل، جمع رئيس رؤساء، جمع قبيلة قبائل، جمع رجل رجال، مضاد واسع ضيق، جمع الثقافة الثقافات، معنى يجيد يتقن، مضاد أكثر أقل، جمع لغة لغات، جمع لقب ألقاب، مضاد جديد قديم، اشتهرت عرفت. تعالوا ننتقل إلى الفقرة التالية. علق الأب قائلا: نظرت ملك حفني ناصف نفسها للدفاع عن المرأة وتعليمها، فكانت تحث الآباء على تعليم بناتهم، وكانت تعلم الفتيات كيفية الاعتناء بأنفسهن. هنقف لحد هنا ونكمل بعد كده مع الفقرة التالية. علق معناها عقب، يعني ايه علق او عقب؟ يعني بيكون شاف موقف او سمع حاجة ويتكلم بعدها، يعقب على هذا الكلام او يعلق على هذا الكلام. يبقى معنى علق عقب. خد بالك هنا كلمة علق ممكن تيجي باكتر من معنى، يعني لو قلت علق الاب اللوحة على الحائط، علق هنا رفع او وضع، لكن علق الاب قائلا يعني عقب. نظرت ملك حفني ناصف نفسها، يعني ايه نظرت؟ يعني فرضت على نفسها او الزمت نفسها. الزمت نفسها بايه؟ بالدفاع عن المرأة وتعليمها. يبقى نظرت ملك حفني ناصف نفسها للدفاع عن المرأة وتعليمها. نظرت يعني فرضت على نفسها او الزمت نفسها، حطت عندها ده شيء اساسي لازم عليها تعمل ده. ايه بقى اللي لازم عليها وايه اللي نظرته على نفسها؟ الدفاع عن المرأة وتعليمها. السؤال ده بيجي كتير جدا في الامتحانات، فيما نظرت ملك حفني ناصف نفسها للدفاع عن المرأة وتعليمها. طيب ما الدور التي كانت تقوم به ملك حفني ناصف؟ تعالوا نشوف. كانت تحث يعني تشجع الآباء على تعليم بناتهم، بتشجع الآباء ان هم يعلموا بناتهم، لان زي ما قلنا في العصر ده وفي العصور القديمة ما كانتش تعليم المرأة ده شيء اساسي خالص، بالعكس كان نادرا لو لقينا أسرة بتهتم بتعليم بناتها، فهي كانت بتحث وتشجع الآباء على تعليم بناتهم. اتنين، كانت تعلم الفتيات كيفية الاعتناء بأنفسهن، كان بتعلم الفتيات ازاي يعتنوا ويهتموا بأنفسهم في كل شيء بقى، في تعليم، في نظافة، في اهتمام بنفسها في كل شيء، اي بنت ازاي او اي فتاة ازاي تهتم بنفسها في كل شيء. نقول مع بعض مفردات. قلنا علق معناها عقبة، جمع الأب الآباء، نظرت يعني ألزمت أو فرضت، كانت تحث
تخص معناها تشجع ومضادها تحبط أو تثبط. مفرد بنات بنت، مفرد الآباء الأب، مفرد الفتيات الفتاة. الاعتناء معناها الاهتمام ومضادها الإهمال. مفرد أنفس نفس. نكمل مع بعض بقية الدرس. وعلقت والدة أمير قائلة: إن ملك حفني ناصف، وهدى شعراوي، وصفية زغلول وغيرهن كثيرات، قد بذلن الجهد من أجل حصول المرأة على حقوقها وإصلاح أوضاعها في الأسرة والمجتمع. لهذا أصبحت المرأة وزيرة وسفيرة وقاضية ومعلمة وطبيبة وباحثة في شتى الميادين. مش ملك حفني ناصف بس اللي دفعت عن المرأة وحقوقها وتعليمها، في كثير من الشخصيات، منهم سيدات ومنهم رجال، لكن احنا النهاردة بنتكلم عن الشخصيات النسائية أو بعض السيدات اللي دفعت عن المرأة: ملك حفني ناصف، هدى شعراوي، صفية زغلول. هؤلاء من النساء التي دفعنا عن المرأة وعن حقوقها. وبفضل جهود هؤلاء السيدات أو هذه الشخصيات لما كانت نالت المرأة حقوقها وحصلت على التعليم، ولما أصبحت المرأة الآن قاضية ووزيرة وسفيرة وطبيبة ومعلمة. يبقى بفضل الناس دي اللي دفعت عن المرأة وحقوقها وتعليمها، كانتش المرأة هتتعلم ولا هتصل لأعلى المراكز والمناصب زي ما ده حصل دلوقتي. يبقى لما المرأة اتعلمت وعملت قدرت انها تنال حقوقها وانها تصل الى اعلى الوظائف ولاعلى المراكز والمناصب، زي انها تكون وزيرة او سفيرة وقاضية ومعلمة. ادي صورة هدى شعراوي اللي احنا اتكلمنا عنها، زي ملك حفني ناصف وصفية زغلول من الشخصيات العظيمة اللي قامت بجهود عظيمة حتى تنال المرأة وتحصل على حقوقها. كثيرات مضادها قليلات ومفردها كثيرة. الجهد المجهود أو المشقة. حقوق مفردها حق. مضاد إصلاح إفساد. مفرد أوضاع وضع. جمع الأسرة الأسر. جمع المجتمع المجتمعات. أصبحت المرأة وزيرة ومعها وزيرات، سفيرة سفيرات، قاضية قاضيات، معلمة معلمات، طبيبة طبيبات، باحثة باحثات. شتى معناها مختلف ومفردها شتيت. مفرد الميادين الميدان. ننتقل إلى الفقرة التالية. أميرة: شكرا لهن وشكرا لك يا جدي أن عرفتنا بباحثة البادية. أمير: سأكتب غدا في مجلة المدرسة عن ملك حفني ناصف. أميرة: سأقوم بجمع صور لباحثة البادية في هذه المجلة. أميرة بتشكر هؤلاء السيدات وهؤلاء الشخصيات العظيمة التي قامت بدور عظيم من أجل حصول المرأة على حقوقها، وشكرا أيضا لباحثة البادية، وشكرا للجد الذي عرفهم بباحثة البادية. هو ده دور الناس الأكبر مننا، إن هم يعرفونا دايما الحاجات القديمة اللي احنا محضرناهاش في تاريخنا، أحداث تكون حصلت احنا ما نعرفهاش فنعرفها من خلال الأكبر مننا، نستفيد من تجاربهم من خبراتهم. هو ده دور أجدادنا والناس الأكبر مننا. أمير قرر في نهاية الدرس إنه هيكتب في مجلة المدرسة عن ملك حفني ناصف. أميرة كمان قالت إنها هتجمع الصور عشان تحطها في المجلة. كلنا ممكن نعمل زي أمير وأميرة، ممكن نعمل نشترك مع بعض في بحث أو في مجلة، نجيب حد يجيب المعلومات ويكتبها، حد يجمع الصور ونعمل مجلة زي الأمير وأميرة هيعملوها. ممكن كل واحد مننا لو بمفرده هيعمل بحث يجمع فيه الكلام والصور، تبقى حاجة مصغرة أصغر من المجلة، هتكون نشاط حلو جدا وتطبيق عملي عن الدرس اللي أخذناه. الجد في نهاية الدرس هيشكر كمان أمير وأميرة: أحسنتما، فيجب أن يعرف الجيل الجديد ما قام به الرواد والرائدات من جهد من أجل تقدم المجتمع. الجيل الجديد اللي هو الأولاد الأطفال الشباب اللي زيكم كده، اللي
لسه معرفوش حاجات كتير قوي عن تاريخنا العظيم وعن الاحداث والشخصيات العظيمه اللي ادت خدمات واعمال عظيمه للوطن. فده دور الاكبر مننا ان هم يعرفونا كل المعلومات القيمه دي اللي حققوا تاريخنا وشخصياتنا العظيمه اللي ادت خدمات عظيمه لبلدنا. نقول المفردات بتاع الجزء الاخير في الدرس: مضاد شكرا جحدا، مضاد شكرا جحودا، غدا مضادها امس، جمع مجله مجلات، مضاد جمع تفرقه، مفرد صور صوره، مضاد احسنتما اساتما، مضاد يعرف يجهل، جمع الجيل الاجيال، مفرد الرواد الرائد، مفرد الرائدات الرائدة، جمع جهد جهود، مضاد تقدم تأخر. قلنا جمع المجتمع المجتمعات. كده نكون انتهينا من درسنا. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا وفهمتوا الشرح كويس. ننتقل للتدريب عشان نقيم نفسنا ونشوف فهمنا الدرس كويس ولا لا. من درس ملك حفني ناصف: استمع إلى الفقرة التالية من معلمك ثم أجب. نظرت ملك حفني ناصف نفسها للدفاع عن المرأة وتعليمها، فكانت تحث الآباء على تعليم بناتهم، وكانت تعلم الفتيات كيفية الاعتناء بأنفسهن. ألف: بما اهتمت ملك حفني ناصف كما تفهم من العبارة السابقة؟ ب: لماذا انتقلت ملك إلى الفيوم؟ ج: استخرج من الفكرة فاعلا مفعولا به وبين علامة اعرابه. جاوب على سؤال ألف، ليكم فرصة تفكروا مع بعض. ها: بما اهتمت ملك حكمي ناصف كما تفهم من العبارة. برافو، اهتمت بالدفاع عن المرأة وتعليمها، فكانت تحث الآباء على تعليم بناتهم وتعلم الفتيات كيفية الاعتناء بأنفسهن. سؤال ب: لماذا انتقلت ملك حفني ناصف الى الفيوم؟ مين فاكر؟ برافو، بعد ان تزوجت من عبد الستار الباسل رئيس قبيلة الرماح انتقلت لتعيش في محافظة الفيوم. طيب عايزين نستخرج من الفقرة فاعل. سمعوا ملك، نظرة ملك، من النظر ملك، فاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طب عايزين مفعول به. نظرت ملك حفني ناصف نفسها، ماذا نظرت ملك؟ نفسها، يبقى نفس هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تعالوا نشوف الإجابة. الإجابة هي زي ما احنا شايفينها قدامنا مع بعض: اهتمت ملك حكمي ناصف كما أفهم من العبارة بالدفاع عن المرأة وتعليمها، فكانت تحث الآباء على تعليم بناتهم، وكانت تعلم الفتيات كيفية الاعتناء بأنفسهن. ليه؟ انتقلت ملك حفني ناصف الى الفيوم لزواجها من عبد الستار الباسل رئيس قبيلة الرماح بالفيوم. الفاعل ملك حفني ناصف، كلمة ملك تحديدا، نفسها مفعول به وعلامة اعرابه الفتحة. شوف تدريب كمان مع بعض. اقرأ الفقرة التالية قراءة جهرية ثم اجب عن الاسئلة. عايزاكم تقروا معايا وانا بقرأها كده: وغيرهن كثيرات، فقد بذلنا الجهد من أجل حصول المرأة على حقوقها وإصلاح أوضاعها في الأسرة والمجتمع. لهذا أصبحت المرأة وزيرة وسفيرة وقاضية ومعلمة وطبيبة وباحثة في شتى الميادين. هات مرادف شتى، مرادف شتى، مفرد حقوق، مضاد إصلاح. في جمل: ما نتيجة جهد هؤلاء النساء وغيرهن؟ تعالوا نجاوب مع بعض. مرادف شتى، مختلف، مفرد حقوق، حق، مضاد إصلاح، برافو عليكم، إفساد. نتيجة جهد هؤلاء النساء وغيرهن أن حصلت المرأة على حقوقها وأصبحت الآن وزيرة وسفيرة وطبيبة ومعلمة وباحثة في شتى الميادين والمجالات. شوف الإجابة النموذجية: شتى معناها مختلف، والجملة
كانت ملك حفن ناصف باحثة في مختلف الميادين. مفرد حقوق حق، الجملة كل إنسان حق في حياة كريمة، مضاد إصلاح في جملة إفساد العلاقات بين الأصدقاء جريمة. نتيجة جهد هؤلاء النساء وغيرهن أن أصبحت المرأة وزيرة وسفيرة وقاضية ومعلمة وطبيبة وباحثة في شتى المجالات. كده نكون انتهينا من الدرس بتاعنا، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معايا، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.